بمناسبة يوم الشهيد، نظمت بلدية وادي الماء التابعة لولاية باتنا دورة رياضية للكرة الحديدية، حيث تشمل هذه الدورة العديد من المشاركين من مختلف المدن والولايات. هادو ناس ما فريق جديد راحين يديروا دورة باسم يوم الشهيد، ربي يرحم الشهداء الأبرار وربي يحفظ بلادنا. نعطينا لهم شوية معلومات شوية خبرة باش هذا الدورات هذو سمعنا في واد الماء، بربي ان شاء الله راح تطول حتى ممكن تكون حتى دورات جهوية وطنية. حيو الشعب نتاع مدينة واد الماء اللي راهم رحبوا بنا اول مرة راحين ينظموا الدورة هذه، ونشكرهم على حسن الضيافة والاستقبال، ونهنيهم ونتمنوا تكون ان شاء الله الدورة هذه دورة ناجحة. احنا لما يعني سمعنا بهذا وجهنا الدعوة، لبينا الدعوة تاعهم وجينا من عين توتا بالضبط ولاية باتنا، وحبينا نشاركوا في الاحتفالية هذه بمناسبة اليوم الوطني للشهيد. هذه المبادرة الرياضية كانت تحمل شعار الأخلاق قبل الرياضة، وتتسم بكل ما هو إيجابي داخل البلدية. بشكر بلدية وادي الماء على الاستضافة اللي قاموا بها دورة يوم الشهيد، وحنا كممثلين من مدينة باتنا نشكر الأعضاء الذين داروا هذه الدورة، كما نشكر جميع الرياضيين وميار كي كان الدورة هذه إن شاء الله. الأولى جمعت وادي الماء دعوة دورة بمناسبة يوم الشهيد، تبينا الدعوة والحضور تاعنا واجب علينا في اللعبة هذه. بمناسبة يوم الشهيد 18 فبراير رانا كان لنا الشرف بعرضونا بلدية واد الماء، جينا نشاركوهم في هذه الاحتفالات، ونتمنى لهم النجاح ان شاء الله لكل واحد. احنا اليوم فخورين بضيوفنا الكرام الرياضيين لهذه الدورة العظيمة، راهو شاركونا فيها اكثر من 102 ثلاثية، يعني في اثنين حوالي 280 رياضي. بمناسبة الشهيد نحيي أهل واد الماء ونحيي كل الرياضيين، نشكر قناة وي بي سي هي اللي بثنا الدعوة نتاعنا باه تهز المظاهرة هذه، والمهم وكل الرياضيين مشكورين. واختتمت هذه المبادرة والمنافسة الرياضية بتكريم الفائزين الأوائل في هذه الدورة، وتحصلت جمعية مروانة على المرتبة الأولى، وذلك بحضور العديد من الأساتذة وإطارات من البلدية.